السلام عليكم. اليوم قلت ندير فيديو لايف، لحقاش حتى الا كان شي حد كيشوف فيا حالا يقدر يدخل، يعني يقدر يكتب شي سؤال وانا كندير هاد اللايف هذا، ونقدر نجاوب يعني عليه سوغ بلاس. بس يجاوبني يسولني في خصوص اللجوء، لحقاش أغلبية الناس اللي صوتوا على على اللجوء، يعني عندنا 9 اللي صوتوا على اللجوء و8 اللي صوتوا على كيفاش يدخلوا من المطار. دونك هاد اللايف هذا خصيصا على الموضوع اللي هنهضروا عليه، على اللجوء، خاص باللجوء. إلا كاين شي تساؤل سولوني، مرحبا. ولكن في موضوع ديال اللجوء، كيفاش تدخل من المطار وكيفاش تكري وكيفاش هذا الشيء، الاسبوع الماجي هذا باش غنهضر عليه. دونك نبداو على بركه الله. حنا دابا اون فوا غادي تدخل من المطار وغادي تسكن في سيول، لحقاش خاصك تدفع في سيول. في سيول كيعطوك، ملي كيعطوك البطاقه ديال الاقامه مؤقته كيعطوك، حتى كدوز شهر عاد باش يمكن لك تجددها. من غير سيول مشيتي شي منطقه اخرى من غير وسط البلاد اللي هي سيول، كيعطيوك من 3 شهور ل 3 شهور. لذلك من الاحسن انك تمشي تدفع في سيول. دونك انت ملي كتدخل من المطار وكتمشي لسيول واحد يومين هكاك ولا 3 ايام، كتسول على اقرب مكتب ديال المهاجرين، مكتب الهجره اولا، الاميغريشن يعني مكتب الهجره، ولا ديال طلبات اللجوء فين كدفع طلبات اللجوء. ولكن الاحسن كدفع في مكتب الهجره. كتمشي كتقول لهم انا مضطهد في دارنا، عندي شي مشاكل مثلا مع والديا مع عائلتي، ولا شي عصابه تابعاني، ولا مشكل ديني مهم سياسي ما تجبدوش نهائيا، باش ما يجبدش لك مشاكل مع بلادك ملي تبغي تدخل ترجع لبلادك. دونك اي مشكل كتقول لهم انا بغيت ندفع اللجوء حيت عندي شي مشكل، انت هذاك المشكل انت كتفكر فيه، خصالك شي قصه من دماغك وقولها لهم. غير خاصك تقنعهم وصافي، ماشي غتقنعهم في الاول، لحقاش الا دفعتي في الاول ما غيعطوك الاقامه. ولكن خاصك تلعب على ديك الاقامه قد ما كانت القصه، يعني يقدروا هما يثقوا فيها وانه عندهم الحق مثلا يعطوك مدة طويلة عاد باش يرفضوا لك، مزيانة. اما الا قلتي لهم شي قصة صغيرة ما مقنعاش، يقدروا في عامين يرفضوا لك، يقدروا في عام ونص يعيطوا لك مقابلة ويرفضوا. دونك انت قد ما لعبتي على الوقت قد ما مزيان. كتمشي كتقول لهم انا بغيت ندفع اللجوء، كتعاود لهم المشكل، كيعطوك واحد الاوراق 15 ورقة. في هذيك الاوراق شنو مكتوب فيهم؟ شنو سميتك، فين كتسكن، شنو هو النيفو ديالك، فاش خدمتي الخدمات اللي خدمتي، القرايه يعني الابتدائي شحال قريتي، السنوات تقريبا، الثانوي كذلك، الاعدادي، لافاك، مهم بحال هادشي. الخدمه اللي خدمتي، كل خدمه والمده ديالها، والديك شنو سميتهم، خوتك شحال عندهم من عام، يعني رقم يعني تاريخ ازدياد كيف ما كيقولوا. وكيسولوك مثلا اشنو هو المشكل، شي اسئله اللي هكا بساط، شنو هي الديانه ديالك، مني جيتي لكوريا، واش كنتي كتعرف شي حد، واش هضرتي مع شي حد. من الاحسن كتقول لهم ما كنعرف حتى شي حد، انا غير جيت كوريا. وشنو السبب اللي خلاك تختار كوريا؟ كتقول لهم فوالا راه كوريا كتبان ليا اللي كنعرف عليها انها بلد متقدم، وانها يعني ما عندهمش الميد العنصري، وكيساعدوا الناس، وقلت نقدم الطلب ديالي ديال اللجوء هنايا لحقاش يقدروا يساعدوني، عكس الا مشيت لشي دوله اخرى. وكاينه واحد الورقه اخرى كتكتب فيها، من هذيك الورقه كتكتب فيها القصه ديالك، القصه ورقه كلها كتكتب فيها القصه. دونك شنو القصه؟ ماشي قصه حياتك، القصه فاش بدا معاك المشكل. مثلا نقولوا ديني، انك كنتي في الاسلام مثلا، راه حيت غير كتكذب كنتي في الاسلام وخرجتي من الديانه او بدلتي الديانه. نقولوا مشكل انك واحد ماماك وباباك بغاو يزوجوك وانتي ما بغيتيش تزوجي بهذيك الطريقه، اولا ما بغيتيش تزوج انت بهذيك الطريقه، ومشاكل وهددوك وكذا وكذا. ولكن هاد يعني شي مشكل اللي يقدر يوصل للقتل،
يقدروا يقتلوك هاد الناس هادو، هاد الجماعة هادو اللي مهددينك، هادشي علاش كيقتنعوا هما. اما الا كان غير مشكل عائلي عادي، ما بغيتيش تزوج راه تمشي شي مدينة اخرى، ما خص يكون شي مشكل مقنع. كتحكي هذيك الصفحة كلها المشكل والتواريخ وكتصورها كتعقل عليها، باش في المقابلة غيسولوك خاص يكون هذاك الشيء اللي قلتي طبق الاصل. فوالا هاد الوراق اللي كتعمرهم، كيعطوك واحد الورقة معاهم مكتوب فيها مثلا خاصك دير تحاليل ديال الدم ديال الامراض المعدية، خاصك فوتوكوبي ديال الباسبور ديالك، تصاور، وما كيعطوك القياس ديال اش غدير، وكاينين المكاتب اللي كتدفع فيهم هما تما كتقدر تصور فيهم. شنو اخر كيعطوك؟ تجيب عقد السكن، فين ساكن، وهذوك الوراق اللي عمرتي. دونك عندنا هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة الحوايج عندك: الوراق اللي عمرتي، تحاليل، عقد السكن، تصاور، فوتوكوبي ديال الباسبور ديالك. بالنسبة للتصاور وفوتوكوبي ديال لاكارت حالهم سهل، الوراق راه قلت لك شنو هما اللي كيطلبوا كيفاش كيتعمروا، وغالبا كيتعمروا باللغة الإنجليزية. ماشي مشكل، ما فهمتي شي حاجة راه غتدخل جوجل تراديكسيون غادي تكتب السؤال ديالك أو لا تصوره وتسليكسيوني على هذيك اللي صورتي، راه ساهل وكيترجم ليك. ترجم بالانجلي وكتكتب حتى القصة، يعني كتخربك ليهم. حيت انا دفعت بالعربيه ومن بعد شهر جابوا لي مترجم. هذا الشيء دابا كنعاود لكم من عام وشي 3 شهور. حاليا قالوا لي الناس انه ما بقاوش كيجيبوا مترجمين، يعني تكتب القصه ديالك وشال من بعد ويجيب لك مترجم في المحكمه ولا في المقابله. قلنا تصور وفوتوكوبي ديال الباسبور، الاوراق ها هما. غنجيو دابا للتحاليل. التحاليل ملي كيعطوك انك تمشي دير تحاليل، كتمشي كاينين المستشفيات اللي هما خاصين هذيك المنطقه، اللي هما خاص تابعين لهاد التحاليل اللي خاصه بهاد الاجراءات ديال اللجوء. هما كتسولهم كيقولوا لك فين، اولا كيكونوا كاتبين لك في الوراقين الورقه لي زادغيس ديال المستشفيات اللي خاصين بهذا الشيء. ملي كدير التحاليل كديرهم شي 2000 ريال تقريبا، كيخرجوا لك من بعد سيمانه. كتجيب لونفلوب مسدود ما محلول ما والو، وكتجيب عقد السكن. عقد السكن غادي تدبر عليه، يا اما في الايطاوان كتشريه، ولكن غالبا كيكونوا مشاكل. وكاينين شي مناطق اخرين، في الفيديو الماجي غادي نشرح لكم كيفاش تدخلوا من المطار. وعاد باش كل مره غادي نقول لكم مثلا شنو هما المناطق اللي تقدروا تكريو فيهم، وفي نفس الوقت يعطيوكم عقد السكن. هذيك عقد السكن اللي يعني مثلا السيده غتكري عندها او السيده تكري عنده، قبل ما تكري من عنده غتسولوش يعطيك عقد السكن. هذيك عقد السكن كدفعو، حيت الا مشيتي لايتاوان غتصوفو شي 40000 ريال، وكيكونوا فيه مشاكل ملي غدفعو، لحقاش غالبيه الناس كيستعملوا هذه الطريقه هذه. دونك ملي كدفع الدوسي كيشوفوا لادغيس في الايتاوان كيشكو، كيقولوا هذا راه غير شاري او لا شاري عقد سكن. صافي كيتجمع هاد الوراق هادو، كتمشي كتقبل كتاخد الرونديفو من الانترنت، او لا كتمشي عند شي اي حد مثلا كيشد لك هاد الموعد، ولا غير بوحدك كتدخل باغ انترنيت للسيت ديالهم وكتغزغفي عندهم لاداس. كيعطوك لاداس اللي هي خاويه، كيعطوك التوقيت امتى اكزاكتومون غادي تكون عندهم. كدفع هذيك الوراق، من بعد كيعطوك واحد الغوشي كيقول لك سير خلص، عاوتاني كتشد عاوتاني رونديفو ديالك، كتخلص شي 26000 ريال. هذيك الغوشي ديال لاكارت، خليكم معايا نشوف لكم لاكارت. اسمحوا لي حيت غادي نوقف. بون، سلام، هادي هي لاكارت. بون لاكارت هنا السميه هادي، وهنا يعني كل مره كتبدل. انا من 3 شهور 3 شهور كنت كنمشي، 3 شهور الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، وشهر 3 اللي هو شهر ماجي غنبدل. دابا هادي سالات ليا هنا لي زادغيس، لادغيس الاولى والثانيه.
لي زادغيس هنا باقي خاوي، ولكن هنايا في التغيير صافي مر ليا. دونك مني غياس اخر مره اللي هي في شهر 12 قالوا لي خاصك تجيبي معاك 6000 ريال تقريبا باش ندفع فلوس ديال هاد لاكارت، يبدلوا لي لاكارت. علاش؟ حيت في كل مره خصهم يطبعوا لي ديك لادات. دونك كيدفعوا ديك 26000 ريال، كيقول لك دير واحد 10 ايام وجي كتجي كيعطوك هاد لاكارت صافي، كيعطوها لك امورك كتحل صافي، امورك بخير، كتولي انت عايش قانوني. رغم ان انت عندك واحد 3 شهور اللي انت باركها يعني في السياحه، ولكن انت بامكانك انك تدفع حتى تفوت 3 شهور بحال اللي درت انا. ولكن من الكلاخ ديالي انا كنعترف بها، ما كانش عليا ندير هادشي لحقاش وحلت. انت بامكانك تدفع حتى تفوت 3 شهور باش تربح الوقت. انا قلت زعما 3 شهور على ديك 3 سنين اللي غيعطوني ولا عامين ونص، يعني ديك 3 شهور غنستافد منهم. ولكن المنطقه اللي انا مشيت ليها، حيت مشيت للشمال، انا في الشمال ديال كوريا، يعني كوريا الجنوبيه والشماليه، جيت في الحدود بحال قلت شي منطقه بحال وجده، وجيت في واحد الفيلاج. دونك اللي مشيت كنخدم غير ارابايت، خصني حتى نفوت 6 شهور. دابا ملي مثلا انا عطاوني في شهر 3 في شهر 3 في شهر 9 كتكمل 6 شهور كنولي نخدم قانوني. يعني انا نقدر نخدم دابا حاليا كنخدم بعقد عمل، نمشي للاميغريشن كيديروا لي عقد العمل وكنخدم به عادي. يعني حتى الا جات الاميغريشن ما عندهمش حق يشدوني حيت كنخدم قانوني. طالما عندي هذاك لاكارت وفيتها 6 شهور، مي يعني اللي ما فيهش 6 شهور واللي ما عندوش اصلا هذاك اللجوء كيخدم نواغ ولكن الا جات الاميغريشن كتشدوه. كاين اللي كترح له وكاين اللي كيدفع غير غرامه. شكون اللي كترح له؟ اللي ما دافعش اصلا اللجوء، بحال هذاك اللي عنده 6 شهور مثلا. انا غامرت في 3 شهور الاولانيه اللي عندي السياحه، ما دافعش اللجوء، كون شدوني غادي يرحلوني لبلادي. ما غايقولوش يلا تسنيت ندوك للدار اللي ساكنه فيها وزي حوايجك وسيري ديريكتومون الايميغريشن، وكي واحد 15 يوم تماك، وخصني ندفع البيه ديال الطياره وعاد باش نرجع بحالاتي لبلادي. هادو اللي ما عندهمش اللجوء، واللي عنده اللجوء وخدام نواغ وما استادش يعني ما فايتاش 6 شهور، الا شدوه ما كيترحلش، ولكن كيخلص واحد الغرامه ديال مليون. لذلك انا كنقول لكم ان اللي ملي كيشدو هذيك البطاقه هذيك 6 شهور الاولى ما يغامرش ويخدم بها في سيول. اغلبيه الناس كيهربوا من سيول، كيمشيو مثلا للجنوب بوسان، كيجيو لهنايا للشمال، المهم شي بلايص اللي ماشي ما فيهاش الايميغريشن بزاف. كتقلب على خدمه ماشي انت غير كتجي وكتسافر. كاين واحد المنطقه سميتها دايريم، دايريم منطقه بحال مدينه ولكن فيها المترو كيحط حدا ديك المكاتب. ملي كتمشي كتلقى تقريبا شي شنقول لك شي 50 مكتب ديال الخدمه. كتدخل عند كل واحد كتسولو، فوالا انا ما عنديش الاي دي، اولا عندي الاي دي اللي هي الاقامه ولكن ما فيهاش 6 شهور. كيقول لك كاينين خدامي ولكن راه بعاد وماشي شي سالير مزيان، ولكن ما يهمش. يعني كيكون شي سالير، يعني عندك واحد مليون كتشدها في الشهر، مليون في الشهر شكون يعطيها لك؟ ولكن اغلبيه كتخدم في مزارع ما فيهمش الشماره، كيوفروا لك السكن، كيقول لك الغداء على حسابهم. الغداء ما كيكونش شي غداء لحقاش، اللي كيمشي اللي هو المخلل ديالهم كياكلوا بزاف. يعني مثلا عندهم بزاف ديال الطرق ديال الماكله، من بعدهم نهضر على هادشي ديال الماكله لحقاش لا علاقه، حنا كعرب ما غاديش تعجبنا. يعني غيوفروا لك غير السكن وغيشوفوا لك الخدمه ديالك، كتخدم هذيك 6 شهور وانت مهني. ما بغيتيش تبعد، راه كاينين في المنطقه اللي اي منطقه سكنتي فيها كاينين مكاتب ديال الارابايت، يعني عمل يومي، ولكن ماشي يوميا كتمشي كتلقى هذيك الخدمه هذيك ماشي يوميا. لحقاش شكون هنايا بلاتي نخليكم معايا نشوف شنايا. السلام عليكم، شحال ديال الوقت باش كدير الاوراق وشحال ديال الخدمه يتوقع الواحد يجلس بلا خدمه باش نعرف شحال الواحد خاصو يجيب ديال الفلوس معايا الا كان ممكن؟ واخا
دونك الانسان كيتفادى هذا الشيء، يعني اللي ما بغاش يغامر ويبعد ماشي غيغامر، بالعكس احسن ليه، لحقاش غيمشي غيشوفوا ليه خدمه، غيعطيوهم شي 30,000 ريال داك المكتب السيرفيس ديالهم، كيصيفطوك للخدمه كتخدم الشهر ديالك تشد مليون، الشهر الثاني مليون، الشهر الثالث مليون، يعني انت راك مقتصد ضروري. هذيك الخدمات اللي كيكونوا برات سيول كيوفروا لك السكن، يعني عندك جوج في غرفه، يعني موفر لي فري ديال السكن، مهني راسك. الماكله راه كضطر انك تشري، يعني انت اصلا قبل ما تمشي للخدمه ديالك غادي تتقدم من ايتاوان الماكله اللي هي حلال وكديها معاك وكطيبها، ومهم وكتديباني راسك، مره الرز والطون مره بيض، المهم راه الانسان راه كيعرف يعتمد على راسو. كتخدم هذيك 6 شهور، من بعد كتفوت 6 شهور كترجع لهذيك المكاتب ديال الدارين كتقول لهم فوالا انا راه فات 6 شهور، واش ممكن تشوفوا لي شي خدمه اللي تكون زوينه ما تكونش فيها ثمره مزيان، وصافي كتولي تشرط عليهم شحال التوقيت، شحال كيخلصوا، شنو هو النوع ديال الخدمه، يعني كتشرط عليهم ما عجباتكش الخدمه من الاول قبل ما تمشي كتقول لهم لا شوفوا لي خدمه اخرى، لحقاش انت اصلا دابا كتخدم قانوني، يعني كتشرط عليهم ماشي مشكل. صافي كيصيفطوك هذيك الخدمه. دونك انا كنبدل من 3 شهور 3 شهور، كاين اللي كيبدل المره الاولى اللي كيدفع في السيول كيعطيو يبدل 6 شهور، من بعد 6 شهور ومن بعد 3 شهور 3 شهور 3 شهور، دابا انا عام وشهرين، شهر 3 غنكمل عام و 3 شهور، باقي ما عيطوا لي حتى شي مقابله، يعني من دفعت ما باقي ما عيطوا لي حتى شي مقابله، باقا كنتسنى وكنقول لا الله يا ربي ما عيطوش، لحقاش باقا ما بغاش نصدع راسي، حيت الا غنمشي للمقابله غير رفضوا ليا في المقابله الاولانيه وغيقولوا ليا واخا صافي سيري بحال هكاك، من بعد غنبقى نجدد عند الايميغريشن، حتى الايميغريشن يقولوا ليا صافي ما يمكنش لك تجددي، غنشوف ديك الساعه محامي غنطعن في الحكم وغادي المحكمة الاولى الثانيه الثالثه ملي غتسالي هذا الشيء، من بعد غير رفضولك، يعني هذه المده كلها ماكسيموم ماكسيموم مني كتحط رجليك في كوريا حتى صافي كتوصل للمحكمة الثالثة اللي صافي كيقولو لك رفضنا فيها 3 سنين، يعني هاد المدة هادي كتستغلها كتخدم فيها هنايا، هنا ما كتصاوبش وراقيك ما كتقولش راه غادي نجي ونستقر هنايا، الناس بزاف قلبوا على باش يصاوبوا وراقيهم وما صاوبوهمش، عندك حل واحد الا بغيتي تصاوب وراقيك او لا بغيتي تصاوبي وراقيك دبروا على شي كوري او لا كوريا باش تزوجوا وتصوروا الوراق وتضلوا معاهم، ماشي غتزوجوا وغتطلقوا، لحقاش الا تطلقوا كيحيدوا لك الاقامه، دونك هنا واحد القانون عنده مشكل هنا في كوريا ماشي بحال لوروب او لا في كندا ولا في امريكا، لا دونك هذا هو الحل اللي كاين، ما كاينش عقد انك تدخل وتدبر على شي عقد عمل، ما كاينش هادشي، حيت عقود ديال العمل كيتصيفطوا مثلا للدول اللي هما في اسيا، مثلا سريلانكا، الهنود، باكستان، اوزباكستان، روسيا، تايلاند، بحال هاد المناطق هادو كيصيفطوا ليهم وما كيجيوش هنا يقلبوا عليهم، هما كيدبروا يعني يشوفوا شي حد اللي هنايا كيقول ليه عافاك شوف ليا شي خدمه، كيصيفط ليه العقد، فيه كاينين عقود ديال 5 سنين وديال 10 سنين، ولكن حنا كافارقه ما عندناش حق اصلا بحال هاد العقود ديال العمل، دونك عندنا جوج حلول، يا يعني اما زواج تدخل وتزوج، يا اما كدير اللجوء، وغالبا اللجوء راه ما كيقبلوش لك، يعني باش تقول انا راه ندفع اللجوء وانا بغيت نرجع لبلادي غاترجع ليها ما غيقبلوكش هنايا، حقاش انا واحد الشاب ما كيبغيش انسان ما كيبغيش بلادو تعمر، كيبغيش المهاجرين بزاف، يعني عندك واحد المده كليتي وشربتي جمعت شويه الفلوس سير بحال هكاك ما عندكلاش تبقى هنايا، دونك ملي كتحط رجليك تدفع اللجوء وكتاخذ هذيك لاكارت لحتى المحكمة الثالثة عندك فيها 3 سنين، هاد المدة كتستغلها 3 سنين، بالنسبة لي أنا الحمد لله الإنسان راه كيجمع واحد الصريف ومن بعد راه كيرجع لبلادو يرتاح شوية، لحقاش في ديك 3 سنين أنا ما كنصحش بها الإنسان يهبط من بعد سنة يهبط المغرب وتوريست والسياحة وهذا الشيء، غير ضايع ضايع ديال الشهر ديال الخدمة وضايع ديال الفلوس وعين بنادم وانت اصلا باقي لحد الان ما واقفش على رجليك، يعني وما عندكش يعني مده مثلا بحال طلعتي لايطالي وصوبتي وراقك غتهبط عام وماشي مشكل غترجع راه غتبقى يعني دائما غتبقى تماك، هنا راه عندك واحد المده يعني نهار واحد زايد فيك علاش غتضيع وتهبط البلاد وترجع،
دونك واحد 3 سنين غادي تقصح قلبك، واخا توحشي والديك، واخا توحشي الماكله، واخا توحشي الصهدو والحراره والدارجه وبزاف الحوايج، غتصبر ديك 3 سنين تترجع وترتاح مع راساتك المده اللي بغيتي، من شهر حتى العام، حتى الا بغيتي كاع تستقر تماك ودير المشروع ديالك. لحقاش 3 سنين كافيه الا كان عندك الجهد، ولا عرفتي كيفاش تخدم دماغك، وانك ما تقلقش من بنادم وتخدم ودير راسك غير في الخدمه وتجمع شويه المصروف، كافيه باش توصل من 20 مليون حتى 30 مليون اللي تجمعها في هذيك 3 سنين. يعني اللي درنا غير مليون، درنا غير مليون جمعتيها في الشهر، اللي درنا مليون جمعتيها في الشهر غتعطيك هادشي، اقل من مليون نقولوها 8000 درهم كافيه باش دير هذيك الفلوس، وخصوصا ان الخدمه الا وجدات لك، يعني ما عندكش فلوس دير مصاريف ديال الكرا. دونك هو ديك الساعه ملي كترجع لبلادك بغيتي دير مشروع، بغيتي تمشي تدبر على شي كونطرا ولا شي مارياج، المهم راه فلوسك في جيبك ديك الساعه، وملي كطلع لوغوب راه عندك، ماشي كطلع وما عندكش حتى شي ريال وغتشرد وهذا. دونك طلع ديال كوريا بالفائده احسن ما تطلع لتركيا وغض. كاين بلاد اللي كيقول كنطلع لتركيا، البرازيل، الاكوادور، هادشي ماشي شي بلاد، يعني بلادك اصلا احسن منها طبعا، هي احسن من بلادك من ناحيه العقليه، ولكن انك تعيش يعني اقل في بلادك راه ساكن مع والديك وكتاكل وتشرب معاهم، يعني مكتعصد هنايا كدير الفلوس ماشي مشكل. دونك هادشي اللي كيخص كوريا، يعني اللجوء في الاخير ما كيقبلوش، ولكن على الاقل عندك ديك البطاقه ديال اللجوء. والمغرب ما كتعرف حتى شي حاجه، ما كتدخل في حتى شي حاجه في هادشي بانك تدفع اللجوء، يعني ملي كترجع لبلادك صافي مزيان. شوفوا هاد جاري الاضافه. دونك هادشي اللي كيخص اللجوء، ما فيش شي مشاكل، ما في حتى شي حاجه، مرتاح. السلام عليكم. سلام. سمعني؟ لا كنسمعكش. دابا كنسمعك صافا اختي؟ صافا الحمد لله، الله يخطيك. كي داير الحوايج؟ انا ثاني الحمد لله، انا حيت اول مره ندير هاد اللايف كتبان لي الاشاره انا فيديو، ما رديتش البال هذا باش شفت. لا ماشي مشكل، لا لا يخطيك. انا حيت كنت شفت الفيديو ديالك، حيت كنت الدراري كانوا كنا كندوي في الدراري زعما كوريا ما كوريا وهذا، بعد كنت في الامارات 11 عام الو بس كيف انا متزوج فيليبيني وعندي الدراري معاه، فهمتي انه باسبور مغربي فيليبيني. الو دابا سمعت كنتي كدوي قلتي زعما الاسيويين يقدروا يلقاو عقد عمل، زعما نقدر واش نقدر نستغلها نمشي نديها معايا وتلقى عقد عمل تما ونلصق زعما فيها، ولا ما كاينش كيفاش نديروا لها؟ دابا ما فهمتش، دابا انت يعني بالنسبه ديال الدخول ديالك في المطار، ولا يعني الدخول وتشوف دبر لك هي على عقد عمل؟ لا دابا انت ندخل انا عندك وياها جنسيه ونشوف. فلبينيه؟ هي جنسية في... انا ما عنديش جنسية فلبينية، هي جنسية فلبينية. هي تقدر تشوف هذا العقد، هي بامكانها، هي تقدر تلقى فوالا، إذا لقيت هذا العقد هذا ما نقدرش نصوب ورقي على ظهرها هي. لا دابا انا نقول لك واحد، دابا شنو هي الوراق؟ الوراق هي الاقامه، ومن بعد الجنسيه في كوريا، ياك سوى الإقامة الجنسية ماشي ضرورة، ولكن الأوراق هي بس تجلس دابا انا وتخدم باش نوضح ريغو لك، زعما فهمتي. حيت هي الا دبرت على عقد العمل وجات عندهم في ديك العقد 5 سنين، من 5 سنين وكي ندير 10 سنين، ملي كتفوت هذيك المده خصك تمشي في حالاتك حتى ترجع عاوتاني لبلادك، ويدبروا لك عاوتاني على واحد العقد عاوتاني وترجع هنايا، يعني ماشي بحال لغوب. فهمت، يعني بحال بالنسبة لي كل 5 سنين تقدر تبدل الوضعية عندها. لا ماشي كل 5 سنين تقدر تبدلها، ملي تسالي 5 سنين ترجع لبلادها تدبر عاوتاني على شي عقد وترجع، او لا تحرق تاني هنايا خارجه. عندهم واحد ولا النظام حرقات من بعد الحل، حرقات، ولا حرقات من بعد اش كيوقع؟ كيوقع والو. دابا انت نعطيك مثال، انت دخلتي البلاد هنايا وما بغيتيش تدفع اللجوء وبقيتي حارق، راه غتخدم ولكن فرص الخدمه ديالك ما غتبقى، مثلا ما تلقاش في الاماكن اللي مثلا تقدر تلقاها في فيلاج، تلقاها في شي مدينه ولكن هي بعيده على سيول، وما تقدرش تلقاها عشاني الخلاص قانوني، مثلا تخلص على الساعه ديالك 7 دولار،
والاوفر تايم 10 دولار، ما تخلصش بهذيك الخلاص القانوني كتسمى حارق، يعني فهمت تقدر تاخذ 5 دولار على الساعه ولا 6 دولار، مهم كيكون ناقص شويه. وإلا طاحت فيك الايميغريشن، هنا راه ماشي بحال ايطالي ولا في لا فرونس، ولا هنا راه مسطين، راه يقدروا يطيحوا عليك الايميغريشن، صافي كترحل كتمشيها بهذاك الشيء كامل. يعني باختصار هي البلاد تما ماشي ديال الاستقرار، زعما الواحد يجيب مرتو ولادو ويجلس ديما. لا لا لا، ماشي ديال الاستقرار، لا ديال دير عشان فلوس كنت باش تمشي كنسول تشرب انا، بلاصه اخرى. يعني دابا بحس مثلا ان عندك الواحد يشوف في الامكانيه كندا تجي، احسن. ولكن كندا كيفاش هتوصل لها؟ فوالا زعما حيت كاين الاجراءات، تقدر دير محامي تسني عام، عام ونص، عامين، 3 سنين، كيبغي تما تدفع يسير الشواهد كتمشي. ديالك زعما انا انك دابا مزوج. كوريا، انا كوريا كنشرحها للناس اللي باغيين يمشيو لوروب او لا باغيين يمشيو لشي بلاد اخرى، لكن ما عندهمش في الاستطاعه ديالهم باش يمشيو، باش ياخذوا كونترا ديال العمل مثلا، او لا باش يتزوجوا مارياج بلون، ما عندهمش هذه الامكانيات، وقامتين وباغيين يخرجوا. دونك كوريا هي الحل الوحيد. كاين اللي كيفكر يمشي لتركيا، كاين اللي كيفكر يمشي للبرازيل، لتايلاند، ماليزيا، ولكن هادشي ما غينفعهمش. كوريا بحالها بحال لوروب في السالير ديالها، ولكن ما فيهاش الوراق، دير فيها فلوس ومن بعد لو طون اللي انت بارك فيه في كوريا راه كتقلب على فين تمشي مرة اخرى، بلاصة اخرى، ومني كتخرج من كوريا راه جيبك عامر. فوالا يعني كذا الواحد يقدر يجي لكوريا تما يريح ومن تما يدفع لكندا. هذه فكرة مزيانة. واختي امل واحد السؤال، في شكل دابا القديم ملي كتنزل مثلا من المطار، دابا ما خاصني لا فيزا ولا والو، حتى انا كنت في كوريا شحال هادي في سيول، كنت جيت لها شي 4 سنين، هذه كنت جيت ساعات 3 ايام كونجي ومشيت، فهمتيني؟ الوغ اون فوا كنزل من المطار كيطبعوا لي وهذاك الشيء، من بعد فين واش سهل تلقى السكنه اول حاجه؟ سهل تلقى كل شيء. اول حاجه سهل في الاول، وشحال بعدا في الاول خاصك تشوف بعدا اوتيل تبارك فيه واحد السيمانه، في لو طون اللي انت هذيك السيمانه اللي انت بارك فيها تقلب على الساحل. سهل، كل شيء سهل. اللي صعيبه هي انك ما عندكش لونجلي تقطع. مش هاد الشي دونك باش ما نطولش عليكم. بالنسبة لأسئلة على كيفاش تدخل من المطار، وكيفاش تشكري، وكيفاش البي ديال الطيارة، والغيزرفاسيون ديال الأوتيل، هاد الشي حتى الفيديو ماشي. باردون، بخصوص اللجوء وما فهمتوش، بإمكانكم تطرحوا أسئلة ونجاوبكم عليها. بخصوص كيفاش تدخل للمطار والكرا والريزرفاسيون، هادشي الفيديو الماجي ان شاء الله. نتمنى ما نكونش طولت عليكم، وسمحوا لي بزاف ما كنعرفش ندير هاد لي فيديو بزاف. يمكن عندي فيديو شكون هذا، ما عرفتش شكون، شوفوا. كيتعطل باش كتقبل شي حد تهضر معاه تم الرفض. يسيو مرة أخرى، مهم، أهم حاجة أن اللغة كتساعد الواحد. ما عرفش علاش كيترفض. إلا عندك لونجلي سهل باش تلقى كرا، وباش تدفع اللجوء، باش تلقى خدمة، باش تتعامل مع الناس في الخدمة. هادي كلغة أولية هي اللجوء، ومن بعد معرفش علاش كيترفض، ومن بعد كتجي اللغة الكورية. وكيف ما قلت السيد، هاد البلاد هادي ماشي ديال المعيشة، تقدر تعيش فيها، تستقر فيها إلا تزوج شي بشي كورية، والكورية إلا تزوج شي بقى خصك تبقى معاها باش تبقى بوريقاتك. طلقتي منها راه ما كيحيدوا لك الوراق، والدة معاه، ومني كطلق عندها ديك الحق ديال الإقامة مؤقتة لبين ما الدري كيوصل سن الرشد، صافي وكتحيد لها ديك الإقامة عاوتاني وكتخرج من البلاد. دونك عندها واحد القوانين خاصة بيها.
هادشي علاش كتبقى كوريا بلاد باقا زوينة باقا نظيفة، ما فيها لا شفرة لا نصب لا احتيال لا حتى شي حاجة. هجرة مؤقتة، ما عرفتش علاش ما كيتقبلش هاد تم الرفض. خويا اسمح ليا كنقبلك، ما عرفتش علاش كيترفض ليا. دونك الا كاين شي سؤال كتبوه في التعليق وغادي نجاوب عليه. ما عرفتش علاش كيترفض، واش كاين شي مكالمة اخرى كترفض. بون يمكن عندي. بون خليتكم على خير، ما نطولش عليكم. ما عرفتش انا علاش كيترفض هاد. نجاوب، لا نحاول اخر مرة كيعطيني تم الرفض. المهم خليتكم على خير، الفيديو المجيد ان شاء الله.